ده جزء اصبح جزء اساسي ونشاط مهم جدا للجمعيه ومشكوره على كل مجهود. الحقيقه المحاضره بتاعتي النهارده يعني هي موضوع طويل جدا، انا حاولت اختصر قد ما اقدر. هتكلم على الهايبرتنشن الهيمو داياليسيز في الشريط للمورتاليتي والموربيديتي، انا هاو تو مانج ذيس هايبرتنشن ان شورت. يعني كلامي معاكس تماما للدكتور احمد. الدكتور احمد بيحارب الهايبرتنشن، انا بحارب الهايبرتنشن. هبدا ب الاول بالديفينيشن. الحقيقه مش معروف تماما يعني ايه هايبرتنشن على عيان الدياليسيس. هل هو البري دياليسيس بلاد بريشر وهو رايح الجلسه؟ ده قد يكون متاثر ب مضايقته في المواصلات ومضايقته انه هيتشك بالابر ومضايقته انه مريض اند سو اون. انما البري دياليسيس بلاد بريشر از ذا ريكومندد ميجرمنت اوف بلاد بريشر ان هيمو دياليسيس، هو ده الستاندرد اللي الناس ماشيه عليه ولو ان هو مش فيري كوريكت. البوست دياليسيس بلاد بريشر في ناس كتير ادفوكيتد البوست دياليسيس بلاد بريشر از ذا ريل بلاد بريشر اوف ذيس بيشنت، بس ات شود بي تيكن 4 hours after the dialysis session، لان بعد الدياليسيس سيشن بيبقى في شويه هايبوتنشن قد تكون فولس، بيحصل ايكوليبريشن تقريبا بعد 4 ساعات. فالبوست دياليسيس بلاد بريشر از اولسو ريكومندد بس البري دياليسيس از ذا ستاندرد. ريسنتلي ابتدوا يعملوا 24 اور امبلاتوري بلاد بريشر وعشان يعرفوا الديبر والنون ديبر، واحنا عارفين ان عيانين كرونيك رينال فيلير بالذات الهيمو دياليسيس بيشنت موست اوف ذيم ار نون ديبرز، وزي ما هتشوفوا في السلايد بعد كده الديبنج از امبورتنت في البروجنوزز والموربيديتي. بيعملوا 24 اور امبلاتوري بلاد بريشر في الداي افتر ذا سيشن، وفي ناس عملوا ذا داي بيفور ذا دياليسيس سيشن اند ذا داي اوف ذا دياليسيس اند ذا داي افتر ذا دياليسيس وياخدوا المتوسط. كل دي دراسات محدش عارف بالظبط يعني ايه هايبرتنشن اون دياليسيس. طبعا الهوم ميجرمنت از فيري امبورتنت، وكل الريكومنديشنز في الانترناشونال سوسايتي اوف هايبرتنشن بتفيفر الهوم ميجرمنت دلوقتي از ترو ميجرمنت اوف بلاد بريشر. كل الكلام ده اتلخبط بوجود كونسيبت جديد اللي هو الفاريابيليتي اوف بلاد بريشر جوج، وير ذا نورمال بلاد بريشر اور ذا انديفيدوال بلاد بريشر فيريز every 2 to 3 weeks، وما نعرفش القياس النهارده هو اللي هيتقاس بعد 3 اسابيع ولا لا. ففي بلاد بريشر فاريابيليتي، في هوم ميجرمنت، في 24 اور امبلاتوري بلاد بريشر، وفي بوست دياليسيس وبري دياليسيس. فور براكتيكال بيربز احنا بناخد البري دياليسيس بلاد بريشر اللي هو لازم يبقى اقل من 140/90 از ستاندرد بلاد بريشر ان ذيس بيشنت. This slide shows the mortality on the cardiovascular mortality in the end stage renal disease on hemodialysis. هتلاحظوا بس الفرق الواضح قوي في الـ younger age group. الـ younger age group this is the general population سواء كانوا بلاك او وايت او فيميل اند سو اون، ودول الـ hemodialysis patients. Marked difference in the mortality and the cardiovascular mortality in the young individual on hemodialysis compared to the normal individuals. وده برضه سلايد بيبين ان الكلام ده موجود في يعني ده المورتاليتي على الهيمو دياليسيس في فيريس كانتريز في اليابان في يوروب في اليو اس اي، ولما عملوا ادجستمنت فور سم اوف ذا ريسك فاكتورز طلع اليو اس اي زي يوروب انما اقل من اليابان. ده سلايد بيبين المورتاليتي والموربيليتي ان ريليشن تو ذا بيشنت اللي ما عندهمش بلاد بريشر، البلاد بريشر بتاعهم نورمال، البيشنت اللي كانوا هايبرتنسيف وبهدوا تريتمنت على الدياليسيس، والبيشنت اللي كانوا هايبرتنسيف وفضلوا هايبرتنسيف اون دياليسيس. طبعا اوحش عيان هو اللي بريفيسلي عنده هايبرتنشن اند كونتينيو تو بي هايبرتنسيف اون دياليسيس. هايبرتنشن الهيمو دياليسيس بيشنت از ريليتد تو فوليوم اكسس اساسا، وفي انكريز فازوبريسر اكتيفيتي سواء كان انجيوتنسين 2 او انجوستيدين او كاتيكولامين، وفي ديكريز فازوديليتور اكتيفيتي نايتريك اوكسيد وبروستاجلاندنز، وطبعا البي تي اتش بيلعب رول والاريثروبويدين والوتش والادمنستر اولسو بلاي رول. هايبرتنشن كوزز ليفت انتريكو هايبرتروفي اثيروسكلوروتيك هارت ديزيز اند اريزميا لايك هايبرتنشن ان ذا جنرال بوبيليشن. كل الثلاثه فاكتورز دول بيؤدوا الى انكريز كارديوفاسكولار مورتاليتي اند مورتاليتي. الكارديوفاسكولار ريسك بروفايل ان هيمو دياليسيس بيشنت هنلاقي ان الهايبرتنشن از اون ذا توب اوف ذا ليست، وفي الكارديوفاسكولار اوتونوميك ديس فانكشن اللي اتكلم عليها الدكتور وليد، والاليفيتد ارتيريال ستيفنس والامبيرد فاسكولار ريسبونس تو هايبوتنشن والابنورمال اور ذا
the abnormal left ventricular hypertrophy, the malfunctioning left ventricular hypertrophy, left ventricular anemia, sleep apnea also play a role in some patients. Where the slide that we made in the hypertension is a risk factor for mortality. That's why it's deep out. And now I'm going to in the mean arterial blood pressure is below 90 compared to the patient with mean arterial blood pressure above 90. The percent of patients surviving when the blood pressure is below 90 is much better over many, many years of dialysis, up to 20 years. And then a systolic blood pressure should be lower, but to a certain extent, then here we have a U-shaped association where a very low systolic blood pressure below 110 is also associated with high mortality. By then, from 110 up to 170, the river, and 180, there is no increased mortality. Mortality is zit out in about 170, 180, depending on mortality zit. With zit out in the elder systolic blood pressure, 110, this is what we call the U-shaped curve association, and this is illustrated also in this slide, where the systolic blood pressure, the high systolic blood pressure is associated with a higher mortality, and also the diastolic blood pressure. If you go down in the diastolic blood pressure below 70, 60, or 50, you get a higher mortality in all grades of systolic hypertension. Not only myocardial infarction or cardiovascular problem, but also stroke has the same pattern. The higher the systolic, the higher the incidence of stroke, and the much lower diastolic below 80 is associated with also with strokes. Ischemic heart disease is a risk for death in end-stage renal disease. The patients who have ischemic heart disease, they die early. They call it العيانين يعني لو على dialysis دي باينة قوي ودي مدروسة في السلايد ده اللي عنده ischemic heart percentage survival أقل من اللي عندهم no ischemic heart. Pre-dialysis systolic blood pressure we correlate very well with the left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy is one of the most important risk factors, cardiovascular risk factor. Cardiovascular death related, لو سلايد ده بيبين ان left ventricular hypertrophy والإيجكشن فراكشن الاثنين مهمين. لما نشوف المورتاليتي هنا في الناس اللي ما عندهمش no left ventricular hypertrophy and normal إيجكشن فراكشن compared to patients with either left ventricular enlargement or reduced ejection fraction, compared to patients who have both left ventricular enlargement and low ejection fraction, these patients had a very high, relatively very high mortality compared to those patients. Slide that we buy in higher voice, I know hypertensive. وبيبقى نورموتنسيف كومبير للعيان اللي نورموتنسيف وفضل نورموتنسيف دول تقريبا زي بعض وده يبين اهميه التريتمنت يعني if you treat hypertension you approach the patient who was always نورموتنسيف بينما الهايبرتنسيف وفضل هايبرتنسيف is a very bad patient. النوكتورنال بلاد بريشر اند 24 اور فاريابيليتي كلنا عارفين الديبنج فينومينال بلاد بريشر السيستوليك بينزل حوالي 20 مللتر مركري ات نايت وده بيبقى ديبر وده تقريبا 80-85% من الناس. النون ديبرز دول اللي هم حوالي 15% من النورمال بوبيليشن انما في الدياليسيس بوبيليشن دول بيمثلوا جزء كبير جدا من البيشنز. والنون ديبنج او يعني فيلير اوف ذا سيستوريال بلاد بريشر تو جو داون ات نايت ده اسمه نون ديبر. النون ديبر المورتاليتي فيهم اعلى قوي من نان ديبر المورتاليتي اعلى قوي من الديبر نشوف السرفايفر بايز بينما السرفايفر في النان ديبر از فيري باد ريليتد فمش مساله بس فري دياليسيس بلاد بريشر ولكن هل بينزل ضغطه بالليل ولا لا ومن هنا جت اهميه ال 24 اور ريكوردنج اوف ذا بلاد بريشر وده اللي عمالين يعملوا فيه حاجات. برضو non-dipping is a potent predictor of cardiovascular mortality associated with autonomic dysfunction in hemodialysis patients لما نقارن ال two columns ببعض هنلاقي ان الديبر الايفنت فيهم اقل compared to the non-dipper اللي هم الابيض والدس اكتر قوي برضو في non-dipper compared to the dipper. مش بس الكارديوفاسكولار انفاركشنز واسكيميا وكده انما في حاجه اسمها سادن كاردياك ديس وسادن كاردياك ديس اكاونت فور اراوند 40% اوف ذا كارديوفاسكولار مورتاليتي اون هيموداليس او هيموداليس بيشنز يعني دي ريليتد للكارديوميجالي والاورتيك ستيفنس والهايبرتنشن والفوليوم لود. اكشوالي الهايبرتنشن اكشوالي الهايبر
hypertension يؤدي الى left ventricular hypertrophy و adaptive left ventricular hypertrophy و volume load سواء كان انيميا او high dynamic circulation او overload يعني water overload ده هيؤدي ايضا ل adaptive left ventricular hypertrophy وده بيؤدي الى thickness of the left ventricular and physiological event but this adaptive left ventricular hypertrophy sometimes becomes maladaptive في وجود coronary heart disease في وجود hypercellulitis في وجود malnutrition في وجود anemia في وجود السمول vessel disease وده بيؤدي الى maladaptive hypertrophy ودول كلهم هيؤدوا في الاخر الى myocardial death and sudden cardiac arrest. اما نشوف الكاردياك اريست الكاردياك اريست الحقيقه درس كويس قوي وثبت انه الكاردياك اريست له تايمينج كريتيكال تايمينج اند كريتيكال تايمينج از دي 0 تو 12 اور بوست دايليسيس سيشن اند دي ليت اورز بيفور ذا نيكست سيشن يعني دايما الخطوره في اليوم الثالث ده اللي احنا بنسيبه احنا بنعمل مثلا سبت واثنين واربع يبقى عندنا يوم الجمعه ده خطر جدا او حد واثنين وخميس يوم السبت ده خطر جدا في نفس الوقت ال 12 hours after dialysis بيبقى فيها mortality افضل on the other hand if you go late بعد 12 ساعة من ال dialysis لحد يوم ونص بعديها sudden cardiac death instance is less فأخطر يوم هو اليوم اللي قبل ال dialysis ومن هنا الحقيقة الكونسبت بتاع انه يعني نغسل 3 ايام في الاسبوع يعني الله يمسيه بالخير بقى استاذنا الاستاذ الدكتور وحيد السعيد كان مصر على 3 مرات مش مرتين في الاسبوع الحقيقه كان عنده حق لانه لو الدراسات دي اتعملت على مرتين في الاسبوع مؤكد ان المورتاليتي كانت بقت عاليه جدا. الحقيقه الدياليسيس شود بي دان افري اذر داي والحقيقه شود بي دان ديلي بقى ده الصح خالص يعني لو عمل دياليسيس ديلي وزي ما هنشوف بعد كده بتقل قوي قوي اللي صار من كاردياك ديس مش بس الكارديك ده الهايبر تنشن بيعمل سيريبرال هيموريج والانسنس اوف سيريبرال هيموريج في الدياليسيس بيشنت از هاي اند ذير از كلير كورليشن بتوين ذا سيستوليك بلد بريشر اند ايفن ذا سايز اوف ذا سيريبرال هيماتوما مش بس بيزود الهيموريج ده بيزود السايز اوف ذا سيريبرال هيماتوما از ويل والهايبر تنشن مش بس بيعمل هيموريج وهيماتوما كبيره ده ممكن يعمل سيريبرال اتروفي والايفكت اوف هايبر تنشن على السيريبرال اتروفي compared to the effect of the duration of the long time hypertensive time. أكثر من الألومنيوم، يعني الألومنيوم اللي كان عامل لنا رعب وشغلانة كبيرة وألومنيوم وشيلوا الألومنيوم وخلوا بالكم من الألومنيوم، الحقيقة إن الضغط أهم من الألومنيوم في حدوث الكورتيكال أتروفي والبرين أتروفي. Then how to manage this patient or this hypertensive patient, the first item is to reduce weight to the dry weight, to the proper dry weight. And then to reduce sodium intake and the dialysate sodium. عكس بقى اللي قاله الدكتور احمد عايز يزود الصوديوم وانا عايز انقص الصوديوم في الدايليسيس. And then to modify the dialysis strategy and lastly the use of drugs. Actually the use of drugs is the last thing to do. لانه اغلب البيشنت يمكن 70% of the patient can be controlled by a proper adjustment of the dry weight and reduction of the sodium. البلد بريشر كنترول بيقلل الادفانتج ان هو بيقلل طبعا الاتريال ريتم تريكلر سيستوليك اند دايستوليك بارامتر بيريفرس الريتم تريكلر هايبرتروفي بيمبروف الدياليسيس سيشن وبيريديوس الكارديو فاسكولار والسيريبرال فاسكولار مورتاليتي الاكسترا سيلولار ووتر لما تبقى يعني تبقى انكريز تبقى اسوسييتد وذ انكريز ريتم تريكلر هايبرتروفي اكشوالي ريتم تريكلر هايبرتروفي ان ذيس بيشنت كورليت فيري ويل وذ ذا اوفر هايدريشن اوف ذيس بيشنت الليفت ventricular mass index برضه مرتبط بالميل جندر شويه الميل مساكين شويه وده استدي معروفه خالص انه when you reduce the mean arterial pressure with reduction of the weight if you reduce the weight you get a reduction in the mean arterial pressure لحد الاوبتيمال dry weight تقريبا بيفضل ثابت بقى البلد بريشر بيفضل ثابت حتى لو الويت انت بدايتك ويت اكتر من كيلو كيلو ونص انما بيفضل ثابت انما في الاول البيشنت الاوفر هيدريتد اف يو ريموف ذا ووتر يو جيت لورينج اوف ذا مين ارتيريال بريشر ديفينتلي ذا بلاد بريشر ان دايليسيس بيشنت از ريليتد تو ذا ووتر كونتنت اوف ذا بودي ومن هنا ظهر السلو او البرونج او الشورت ديلي دايليسيس والتكنيكس الجديده دي بتظبط الضغط حوالي 90 ل 95% من الناس مش بس الدراي ويت ده الدياليسيس تايم ومن هنا انا بقول ان الدياليسيس المفروض يبقى يوم ويوم
والمفروض يبقى 4 ايام في الاسبوع، ده يعني يبقى على الاقل. انما ثلاث مرات دي it seems to be not adequate to control the blood pressure in most patients. ف increasing the dialysis time from 15 hours per week، احنا بنعمل 12 بس على فكره، to 24 hours per week reduces the blood pressure significantly. Just mere prolongation of the dialysis time. طيب يبقى اذا لما بنعمل prolongation of dialysis or more frequent dialysis that will restore the volume or volume regulation and reverse the endothelial dysfunction. It is likely بقى ان اللي احنا بنعمله اللي هو poor dialysis sustains hypertension at least in part by increasing the volume, and this increased volume causes marked endothelial dysfunction وبيلخبط الهرمونز بتاع البودي سواء كان الانجيوتنسين 2 او العدمه بتزيد، and this may participate in the dysfunction and hypertension. And actually what we are doing to the patient is not adequate to control their blood pressure. What is the dry weight؟ يعني ايه dry weight؟ دي نقطة مهمة قوي، لأن كتير مننا بيفتكر إن الدراي ويت اللي عايم ما عندوش قديمة وما عندوش مجبينز يبقى ده وصلنا للدراي ويت. This is not right. الدراي ويت is defined as the weight below which hypotensive symptoms occur. It is definitely not the absence of edema or congested vein حتى لو العيان نورموتنسيف، لأن ممكن يبقى نورموتنسيف وكارديك مثلا، عنده لو كارديك أوت. الأكوريت ميثود زي ما قال الدكتور أحمد بتبقى الانترافينا سوري الانفيريو فينكيبال دايمتر وده بيبقى اساس سونوجرافي، والحقيقة ممكن يتعمل بسهولة قوي يعني احنا كسالة ما بنعملوش ليه معرفش، انما يعني انا متأكد ان غالبية الاودينس ما بتعملش الانفيريو فينكيبال دايمتر والسونوجرافي عشان توصل للبروبر دراي ويت بتاع العيان. البايو امبيدنس ستادي برضه ار أكوريت ستادي ولكن يمكن كومبليكيتد ونوت ايزلي ابلايد. ده السلايد ده كومبليكيتد قوي، انا عايزكم بس تبصوا على الحتتين دول. انه الانكريزنج الترا فلتريشن ريت بيزود المورتاليتي وديكريزنج الترا فلتريشن ريت بيقلل المورتاليتي، وفي نفس الوقت الدياليسيس تايم ون از انكريزز ذا مورتاليتي از انكريز. دي داتا طبعا من التوبس ستادي اللي يمكن من اكبر الاستادز اللي اتعملت في الدياليسيس. ديفينتلي وي شود هاف بروبر ادجستمنت تو دراي ويت اند لونجر دياليسيس. ومن هنا اخترعوا النكتورنا الهيمو دياليسيس. النكتورنا الهيمو دياليسيس بتعمل 5 to 6 سيشن بير ويك 8 to 10 اورز تريتمنت. ده بيدي تقريبا 3 اضعاف الدياليسيس العادي ك يعني efficiency. بينهانس الميدل مولكيول كليرنس وبيريديوس الفلكتويشن ان فوليوم اند كيميكال ستيتس كومبير تو ذا ديلي هيمو دياليسيس. الديلي هيمو دياليسيس برضه تكنيك طلع انه بتعمل ساعتين ونص او ساعتين هيمو دياليسيس ديلي. انما عيب الديلي هيمو دياليسيس انه بيعمل ليس ميدل مولكيول كليرنس. وده الشورت ديلي هيمو دياليسيس، شورت ديلي هيمو دياليسيس بيقلل طبعا الليفر بارتيكولار ماس اندكس كومبير تو ذا كونفشنال هيمو دياليسيس ات 12 مانثس. الانتنسيف هيمو دياليسيس مشكلته انه مفيش داتا كتير منشوره، والنكتورنا الهيمو دياليسيس من مزاياه ايضا الشديده انه بيكوريكت السليب ابنيا ويش كونتريبيوت سم هاو تو ذا هايبرتنشن ان ذيز بيشنتس. بيقلل الهارت ريت فاريابيليتي ودي برضه مهمه في المورتاليتي. والسلو دياليسيس مش كلير قوي الافكت بتاعه على السليب ابنيا. If you compare the nocturnal hemodialysis to the conventional hemodialysis هنلاقي ان في enhanced middle molecular clearance كلير خالص including the vaso active substances في النوكتورنال هيمودياليسيس، بينما ده بيبقى قليل قوي في الكونفشنال هيمودياليسيس بتاعنا. في نفس الوقت الفلكتويشن في الفوليوم والبايوكيميكال ستيتس ار ماتش ليس ان نوكتورنال هيمودياليسيس. ونشوف النوكتورنال هيمودياليسيس الافكت بتاعه على الليف فنتريكولار ماس والبلد بريشر والانتي هايبرتنسيف ثيرابي. هنلاقي دايما ان الليف فنتريكولار ماس اندكس في الكونفشنال هيمودياليسيس مثلا 150، في الثاني 114، السيستوليك 130، هنا 122، الدايستوليك هنا 80، هنا 74، الانتي بلاد بريشر ميديكيشنز الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن اقل خالص في النوكتورنال هيمودياليسيس. كذلك الانفلاميشن بتقل قوي، وكذلك الانيميا بتقل قوي، الاندليد فور ريزوبايتين بيقل قوي، السي رياكتيف بروتين بيقل. بس في بوينت مهم عايز اشير اليها، دي لاج فينومينا. اللاج فينومينا اللي هي الوقت اللي بيمر ما بين ريدكشن اوف ذا ويت تو ذا بروبر دراي ويت اند ريدكشن اوف ذا بلاد بريشر. This may take some time. The extracellular volume may decrease and then after
1 month to 2 months, the blood pressure begins to drop. ففي lag time, you should be cautious. ما نستعجلش قوي ونبتدي نحط medication. تغيير الصوديوم في حد ذاته من غير تغيير الفوليوم عكس ما قاله الدكتور احمد عايز اوطي الصوديوم في الدياليزيت واقلل طبعا الصوديوم في الديك اوبيريشن اللي هو الملح والترش والحاجات دي هنلاقي انه decreasing the sodium in itself يعني هنا سوري هنا رغم ان ال الفوليوم ايكوال في الاثنين ولكن اللو صوديوم بيقلل الدراج يوزد فور انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز يعني بيقلل النيد فور انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ايفن اف ذا فوليوم از ذا سيم فديكريزنج ذا صوديوم بير سي از امبورتنت. الدراج ثيرابي طبعا كونفنشنال دراج ثيرابي بس في نقطتين هقولهم بسرعه جدا. كان في ستادي اتعملت على الاتينولول لانه الدراج ثيرابي مشكلتها النون كومبلاينس الحقيقه العيان ما بياخدش صعب قوي العيان ياخد ادويه الحقيقه الواحد لما كبر وابتدى ياخد ادويه 10 عيانين يعني صعب جدا ان انت تنتظم في الدواء بانتظام 100%. فقالوا طب نديهم 100 ملي جرام اتينولول بعد كل جلسه في السنتر وهو خارج من السنتر تروح مبلعينه قرص 100 ملي جرام اتينولول 3 تايمز ديلي اتينولول 100 ملي جرام ان دي دياليسيس يونت كان اتشيف ا جود كنترول اوف بلاد بريشر برضه يعني مش وحش مش بطال. في نفس الوقت البيتا بلوكرز الكومباين بيتا بلوكرز الكارفيدينول has recently been shown to be a very potent inhibitor of the progenitor endothelial cell and reduce the intradialytic hypertension. الاس انهبيتور طبعا بتقلل الليفت انتيكولار ماس اندكس وده بيقلل الكارديوفاسكولار مورتاليتي. في نفس الوقت الاس انهبيتورز برضه بتقلل الانكريس سيمباثيتك نيرفس اكتيفيتي ودي حاجه مهمه يعني الاس انهبيتورز ليها اكشن على السيمباثيتك سيستم زي البيتا بلوكرز. التارجت بلاد بريشر از اقل من 140/90 اند ذا اوبتيمال از اقل من 120/80 بس ديفينتلي اقل من كده في الهيموداياليس سيشن از الهيموداياليس سيشن از اسوسييتد ويز انكريزد مورتاليتي. ذا موست امبورتنت بوينت از كنترول ذا اكسترا سيرابر فوليوم. And in conclusion, I want to conclude that hypertension is a very important contributor to the mortality and morbidity in hemodialysis patients, and prolongation of the treatment time and achieving a true dry weight are important to control the blood pressure. RAS inhibitors and beta blocker can be very useful in these patients as a last resort, but actually all groups of antihypertensives may be used. ما فيش specific recommendation for specific groups. إنما يعني أنا حبيت أقول بس نقط خاصة في RAS inhibitors والblood pressure. Thank you, Professor.